السلام عليكم. جرت انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس، وأثارت من الجدل ما كان، فبعد أن تساوت الأصوات بين المرشحين في الجولة الثانية حدث خلاف بسبب ورقة جاء فيها اسم السيد تكالا مكتوبا فيها من الخلف، الأمر الذي اعترض عليه السيد خالد المشري وداعموه، واعتبروا أن هذه الورقة ملغية. وبين هذا وذاك رفعت الجلسة للفصل في هذا الإشكال، فإلى أين سيؤول هذا الإشكال، وهل سيحل عبر القضاء أم أن هناك جولة ثالثة سيذهب إليها المترشحين، أم أننا سنشهد انقساما في مجلس الدولة هو الجديد من نوعه؟ دعوني أرحب بضيوفي مشاهدينا قبل أن نبدأ الحوار. ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي السيد سامي العالم، ومعي من لندن عبر سكايب المحلل السياسي الدكتور أحمد معيوف، ومعي من كيبك المحلل السياسي حمزة علي. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم. أبدأ بك أستاذ سامي العالم، يعني اليوم هناك مخاوف من أن يكون هناك انقسام من نوع جديد في المجلس الأعلى للدولة، إلى أي مدى ترى أن هذا الانقسام سيعرقل مسار العملية السياسية؟ بداية مساء الخير أستاذ معتصم، ولضيوفك الكرام ولكافة السادة المشاهدين. أعتقد بالنسبة لهذا الانقسام حيكون معرقل جدا لمسار الدولة الليبية، لأن الفترة الأخيرة احنا نشوفه في أن الاتهامات ما بين المجلس الأعلى للدولة وما بين البرلمان إلى عرقلة شن صاير في ليبيا، وكل واحد يعني يرمي في التهم على الطرف الآخر أنه هو المعرقل وأنه هو ما يبيش انتخابات، وهذا يعطل في قوانين، وهذا يتخذ في قوانين بدون استشارة المجلس الأعلى للدولة. فبالتالي الآن هذا الانقسام، وخصوصا لو شق الصف واستمرت هذا، يعني كما صرح السيد محمد تكالا قبل قليل أنه هو حيعود إلى جولة في 20 أغسطس في حال أنه هو يعني لم تفصل المحكمة في الطعن، وعلى الرغم من أنه هو هذا شيء إداري، شيء داخلي، يعني لائحة داخلية إجرائية في داخل المجلس الأعلى للدولة، ولا علاقة للمحكمة به. فأعتقد أنه هناك يعني لجنة قانونية سيأتي ذكرها في سياق هذه التغطية. بالضبط. فأعتقد أنه هو يعني زاد الطين بلة بهذا التصريح السيد محمد تكالا، وأعتقد أنه هو حنصل إلى عرقلة كبيرة، كون أن المجلس الأعلى للدولة حينقسم إلى اثنين، هذا شبه مرجح، لأن كل واحد يعني السيد محمد تكالا وراه من داعميه، وسيد خالد المشري وراه داعموه، فيعني الكل يحاول أنه هو يتشبت بما هو فيه. فأعتقد أن لو وصلت النقطة إلى أقصاها اللي هي انقسام المجلس الأعلى للدولة، فبالتالي إحنا ربما يعني حتى 15-20 سنة تانية لا يمكن أن تقوم لانتخابات ولا توافق ما بين المجلس الأعلى للدولة ولا البرلمان، لأن أي قانون بحياخذ البرلمان مطعون فيه بحكم أنه هو يجب أن يأخذ مع المجلس الأعلى للدولة، هذا حسب الاتفاق اللي أضفى الشرعية للمجلس الأعلى للدولة والبرلمان اللي هو اتفاق الصخيرات، يجب أن يتخذوا جميع القرارات بالتشاور. فبالتالي بشكل انفرادي حيكون كلها مطعون فيها وغير قانونية وغير دستورية بالنسبة لقرارات وقوانين البرلمان، والاستمرار إلى ما شاء الله. طبعا هذا يعني لب أماني المجلس الأعلى للدولة، أعضاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان لب أمانيهم أنهم يستمروا إلى ما لا نهاية، لأن كل واحد فيهم يتقاضى قريب مليون ولا أكثر من مليون في السنة مرتبات ومزايا، وهذا أعتقد أنه ما حدش يكره أنه هو يستمر إلى سنوات لهم 10 سنوات و12 سنة. فأعتقد أنهم يعني ماذا بيهم يستمروا حتى 10 سنين تانية كويسة، يعني 10 مليون تانيات حلاليات هذا يعتبروا فيهم هم حلال، هذا مرتبات. نعم. من غير الامتيازات التانية لهم يعني. طيب دعني أذهب لدكتور أحمد معيوف، يعني إذا إلى مسألة القضاء الذي تحدث عنه الجمع في حدث اليوم، هناك رفض أستاذ دكتور أحمد أن يفصل القضاء في الخلاف من قبل المترشح المشري
وأيضا رفض السيد محمد تكالى يعني إيكال الأمر إلى اللجنة القانونية باعتبار أن رئيس اللجنة القانونية هو رئيسها محسوب على كتلة المشري. يعني هذا خلاف من نوع جديد ربما يزيد من الطين بلة أو يعرقل أي فرص لإزالة هذا أو إزالة فكرة انقسام المجلس الأعلى للدولة. كيف تعلق؟ تحياتي لك معتصم ولضيفي الكريمين وللمشاهدين. أهلا بك. وبداية يجب أن ننوه بأن ممارسات مجلس الدولة الحقيقة في عملية إعادة الدم في رئاسته باستمرار نقطة إيجابية جدا يحمد عليها ويشكر عليها. يعني هذه واحدة من نقاط الجوهرية أن حاول يمارس نوع من الديمقراطية التي تفتقدها باقي المؤسسات. الانقسام في مجلس الدولة ليس حديث، يعني ليس حديث اليوم فقط، هو مستمر من أن تتأسس يعني، فدائما في خلافات فيه. ولكن في تقديري بعض قراراتها كانت تكون صائبة نتيجة التوصل إلى التصويت على قراراتها. النقطة الثانية أنك أنت أن السيد تكالى أشار إلى رفع الموضوع للقضاء وللتحكيم، هذه أيضا نقطة إيجابية، لأن الحقيقة لازم تكون عندك مرجعية ترجع لها أو جهة محكمة تحكم في الأمور، فهذه أيضا من النقاط الإيجابية التي يحمد عليها المجلس في الممارسة، رغم أن خالد المشري رفضها وهو يجب أن يكون آخر من يرفض هذا الأمر. بالنسبة لتعليق محمد تكالى على اللجنة القانونية داخل المجلس، أيضا أمر مشروع باعتبار أن رئيس اللجنة ليس فقط باعتباره مساند أو من كتلة المشري، وإنما أيضا باعتباره باعتباره أحد المرشحين لرئاسة المجلس، وبالتالي يقبل أن لا تقبل تحكيمه في هذا الأمر. في هذا الأمر المحكمة يجب أن تبت في هذا الأمر. وأنا استغرب من تصريح المشري لما يقول لك مثلا على يجب أن يقبل رئاستي للمجلس، واللي يبي يتظلم ممكن يتظلم وأنا رئيس للمجلس. هو نسي مثلا بأن في 2014 كان من ضمن الفائزين بمقعد من مقاعد البرلمان، ومع هذا انقلب عليه. فهو إيمانه يعني لما شارك في الانتخابات البرلمانية في 2014 هذا يعني إيمان منه بأن العملية الانتخابية سليمة، لكن بعدين بعد ما طلعت النتائج وشاف أن الكتلة متاعها لم تنل حظها في البرلمان انقلب عليه وقام بقضية المحكمة. فلا أعتقد أن السيد خالد المشري يعني ليه ما يثبت ليه ما يدعم موقفه في الأحداث الأخيرة هذه. أنا في تقديري المحكمة هي الجهة التي يجب أن تبت في هذا الأمر وليس أي جهة أخرى، وليس من حق خالد المشري أن يفرض نفسه رئيس البرلمان للمجلس حتى يتم النظر في هذا الأمر واستجلائه. بالنسبة للورقة اللي عليها الإشكاليات، طالما هي ترجح يعني لا أدري طبعا، أكيد فيه لائحة داخلية تحكم هذا الأمر، أيضا يجب الرجوع إليها الحقيقة. يعني لا يجب أن نتهاون في النظر واحترام اللوائح الداخلية لهذه المؤسسة. فإذا كان اللائحة الداخلية تلغي قيمة هذه الورقة فعلى تكالى أن يقبل هذا الأمر، وإذا كان اللائحة الداخلية لا تلغي هذه الورقة واستمر النزاع فالمحكمة هي الجهة المغناطة أو المخولة بأخذ قرار في هذا الأمر. في حالة ما تعدلت المحكمة أعتقد إعادة التصويت هو الأمر الأسلم، وربما كان الأفضل لهم أن يذهبوا إلى جولة أخرى من التصويت بدل أن يتوجهوا إلى القضاء. طيب أذهب إليك أستاذ حمزة علي، يعني إذا ما ناقشنا ما انتهى به الدكتور أحمد معيوف الذهاب إلى القضاء، ألا يخشى بأن يحكم أو تحكم المحكمة بعدم الاختصاص باعتبار أن هناك لجنة قانونية وأن اللائحة الداخلية لمجلس الأعلى للدولة
تقضي بأن يتم فصل هذه الخلافات داخليا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الذي صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بأن يوم 20 أغسطس هناك جولة أخرى، يعني ألا يخشى بأن يكون هناك إعادة فكرة أن أصوات السيد عادل كرموز تذهب إلى المشري وتكون يعني هناك فكرة أو خطة أو نسميها أي شيء بأن يتم دعم المشري للفوز وليست عملية أصوات وعملية ديمقراطية بشكلها الطبيعي؟ نعم، تحية لك سيد معتصم والسادة المشاهدين وللسادة الضيوف. بالنسبة للمحكمة فعلا قد لا تقبل المحكمة النظر في هذا النزاع، لأنه لا أعلم بالضبط ما الذي أحاله تكالة إلى المحكمة. يعني لو كان هناك قرار صادر عن المجلس على الدولة، هناك قانون معين، قرار معين، يمكن ننظر في المحكمة. لكن في هذه الحالة هناك خلاف عن صحة ورقة من عدمها، هل هذا الأمر يمكن أن تقبل المحكمة النظر فيه أم لا؟ أعتقد أن هذا يطرح بشكل كبير. مسألة إحالة الأمر إلى اللجنة القانونية لا أعتقد أنه أمر مقبول. اللجنة القانونية غير مختصة، ليست جهة مستقلة مختصة بالفصل في المنازعات، هي مكونة من بعض أعضاء مجلس الدولة ومهمتها تهيئة المشاريع القوانين فيما يتعلق بالأمور القانونية لتقديمها المجلس في جلسة عامة، ولكنهم بعض أعضاء المجلس بالتالي ليسوا جهة مستقلة. كان بالإمكان أعتقد وأتفق مع السادة الضيوف أنه كان يجب فصل الأمر اليوم داخل القاعة، ربما التصويت داخل القاعة بالذهاب إلى جولة تصويت ثانية أو اعتبار هذه الورقة ملغاة أو غير ملغاة، لأن المجلس سيد قراره كان بإمكانه أن يتخذ مثل هذا القرار، أو ربما طلب فتوى من إدارة القانون أيضا. أعتقد أنه لو كان هناك حسن نية من الطرفين كان بالإمكان الاتفاق على طلب فتوى قانونية من إدارة القانون، لأن الأمر يتعلق بتفسير الفقرة الثانية من المادة 97 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعد ملغاة كل ورقة تتضمن الفقرة الثانية علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت. بالتالي هل الكتابة على ظهر الورقة وليس على وجهها هو تمييز أم لا؟ هنا الآراء تختلف، وأعتقد أنه بالإمكان إيجاد الحجج تدعم أي من الموقفين، أنها ورقة صحيحة أو أنها ورقة ملغاة. بالتالي تمسك المشري بهذا الشكل بأنه قد فاز وأنه لا يجب الذهاب إلى أي طرف ثالث، أعتقد أنه لا يخدم المسألة ولا يخدم حل هذا النزاع داخل المجلس الأعلى للدولة. أعتقد أنه كان يجب حسم الأمر داخل قبة المجلس، ولكنه ذلك لم يحدث، ربما لأن المشري يعتقد أنه في جلسة الإعادة إذا تمت إعادة التصويت، وفي حالة تساوي تنص المادة 96 على أنه في حالة إعادة جولة تصويت ثالثة، في حالة تساوي يرجح المترشح الأكبر سنا والتكالة أكبر سنا من المشري، بالتالي سيفوز تكالة. أعتقد أن هذا ربما دفع المشري إلى التمسك بأنه قد فاز وعدم الذهاب إلى أي حلول أخرى. لكن أعتقد أن القضاء أولا من غير المضمون أن يقبل القضاء النظر في هذه الفصل في هذه المسألة، وحتى إن قبل ربما تأخذ وقتا طويلا، ربما كان حل آخر هو اتفاق على الذهاب إلى طلب فتوى قانونية من إدارة القانون، ذلك الأمر ممكن لو اتفق الطرفان، لكن لا يبدو أن الوضع مشدود جدا وكل من الطرفين متمسك بما ذهب إليه. بالتالي نحن أمام أزمة كبيرة جدا. الآن تكالة دعا إلى تصويت جديد يوم 20، هل سيقبل المشري وداعمو المشري بالحضور والتصويت والقبول بهذا الحل؟ إلى الآن حسب تصريحات المشري قد لا يكون ذلك من المرجح، ونحن الآن أمام أزمة دستورية وقد ينقسم المجلس الأعلى للدولة بسبب هذا الخلاف الحاد. بالتالي أعتقد أنه كان يجب معالجة الأمر بأكثر حكمة داخل قبة المجلس بالدرجة الأولى، أو الذهاب إلى حل توافقي طرف آخر يحسم هذه المسألة. نعم، طيب تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة سعاد رتيمة عضو المجلس الأعلى للدولة. أستاذة سعاد أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية عبر شاشة التناصح. لو تضعينا في صورة ما حصل اليوم في جلسة المجلس الأعلى للدولة، وحدثينا عن الخلاف الذي حصل اليوم وكيف سيحل بحسب الآراء التي طرحت أمامك اليوم. مساء الخير أستاذ معتصم، ليك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. مساء النور. اليوم كان عندنا جلسة معتادة يعني كل سنة لانتخاب مكتب الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة، وتواجد العديد يكاد يكون العدد كامل، والعدد للأسف لا يوجد في الجلسات العامة العادية تتناقش هموم المواطن وهموم
ما يعانيه المواطن الليبي من مشاكل داخلية. يوم التصويت طبعا يحضر الكل الموجود في الخارج واللي عندها ظروف واللي عندها، فالكل كان تقريبا الحضور كان عدد كبير لا بأس به، 139 تقريبا. فطبعا الانتخاب الأول كان للرئيس، وتقدم ثلاثة أعضاء للتنافس على رئاسة المجلس. وكانت الجولة الأولى متقاربة نوعا ما بين الدكتور محمد تكالة والمشري. وفي الحالة هذه اللي ما يجيبش النصاب اللي هو 71 صوت تعاد يستبعد الأقل أصوات وتعاد بين اثنين. فكانت الإعادة أثناء العد وجدوا ورقة مكتوب عليها من الخلف، طبعا ما فيهاش إشارة، فيها اسم محمد تكالة فقط، يعني لا فيها نجمة لا صح لا خطأ، يعني مجرد اسم. وطبعا الاسم هذا كتبها أحد الأعضاء، فيها أعضاء وعندهم ظروف صحية صعبة جايين اليوم يحضروا لأجل التصويت، فربما أحدهم توتر أو نظره ضعيف أو يعني فيه أعذار، لكن ما كانتش أي إشارة، كان اسم متكامل في خلف الورقة. فهذه استبعدت، وبعدين قالوا بنناقشها. فلما جمعنا الأصوات بالورقة هذه فكان فيه تساوي في الأصوات، فأصبح الخلاف على الموضوع هذا، واشتد النقاش والخلاف وكانت الأعصاب بصراحة مشدودة. كل تيار يبيها لنفسه. فحدث خلاف، وطلب الدكتور تكالة اجتماع مع مكتب الرئاسة حوالي ربع ساعة ورجع، فأعلن أنه بعد ما اتفقوا أن يحيل القضية إلى القضاء، المسألة هذه ومسألة الخلاف في الورقة، وتحال إلى القضاء، وإذا أن يعلن القضاء رأيه فيها يعني نشوفوا الحل. فرفعت الجلسة وأغلب الأعضاء رجعوا، فيه من بقى في القاعة ومع يعني معاش تواصلت معاهم، لأن خلاص أعلن أن الجلسة رفعت فقط. فإحنا في انتظار طبعا الرئيس أعلن الجلسة، موعد الجلسة القادمة وأخرها لعل القضاء يعلن رأيه فيها، فأخرها ليوم 20 حتى يعطي فرصة للمحكمة أنها تفصل في القضية هذه. وإحنا في انتظار يعني ما يستجد من أحداث. طيب أستاذ سعاد، في تصريح للسيد خالد المشري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد الجلسة مباشرة، يقول: نحن نعرف من يتآمر على المجلس الأعلى للدولة ومن يحاول أن يقضي عليه. برأيك من الذي يعنيه المشري بالمتآمر، ومتآمر مع من، وهل يقصد؟ والله أن يا أستاذ معتصم، طبعا أنتم قناتكم ما شاء الله متواصلة مع أحداث المجلس الأعلى للدولة، خلي نذكرك ببعض الأحداث ومن اللي يتآمر علينا. في التعديل 12 بالتحديد، ويوم الجلسة كان في جمعية الدعوة الإسلامية وكان عندي تدخل في هذه الليلة، من التآمر علينا وضربنا بالسلاح لما رفضنا التعديل 12، هذا واحد جزء من الألف على التآمر على المجلس الأعلى للدولة. يعني إحنا كنا في المؤتمر الوطني العام وجتنا اقتحامات كثيرة فاقت المئات اقتحام، كان من الشعب، والشعب عنده حق، هادو ناخبيه وهادو اللي يدوروا له الحلول، وكنا نرضوا بها الاقتحامات هاد. لكن أن يكون اقتحام وضرب بسلاح من زملائنا في المجلس لتنينا على رفض تعديل 12 وحكومة بشاغة في ذاك الوقت، هذه جزء، هذه مؤامرة، وجه لنا السلاح وقطع علينا الكهرباء ورفع الجلسة، لأن توصلنا إلى رفض كامل شبه إجماع على رفض التعديل 12. تعديل 13 نفس الشيء، قانون 6+6 نفس الشيء، كلها تآمر على اللائحة. طيب المشري للأسف كلامه مردود عليه، ومردود عليه بوقائع مش بالكلام، هو مش تجارة كلام هنا. طيب أستاذ سعاد، يعني الآن حديث كثير جدا حول انقسام المجلس الأعلى للدولة في هذه الحالة، عندما يتمسك كل من الطرفين برأيه وبنتيجة التصويت أو ما شابه ذلك. يعني
أنت وحضرتك عضو مجلس الأعلى للدولة، هل تتوقعي أن يحدث هذا السيناريو؟ والله كل السيناريوهات مطروحة يا أستاذ معتصم، لكن أعتقد أن ضبط النفس والعمل بروية، وبأن إحنا شايفين بلادنا كيف فيها انقسامات، وانقسام سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي وصحي، يعني إحنا مش ناقصنا انقسامات للأمانة. فأنا من عن نفسي أنصح نفسي وزملائي بضبط النفس، ونرجو إذا كان كنا نبو نبنو بلادنا بنبنوها باللوائح والقوانين والنظم. هذا الضبط النفس اللي إذا كان القضاء أحكم فيها حننظروا فيها، إذا كان القضاء رفض وقال مش اختصاصه عندنا اللائحة ونرجعوا لها ونشوفوا ونحاولوا كيف أن نعاودوا جلسة الانتخاب ونرضوا بالنتيجة، يعني اللي بيجيبه الانتخاب احنا راضيين فيه. للأسف الجهة الثانية ما ترضاش حتى احنا. نعم السيدة سعاد، ربما فقدنا الاتصال بالأستاذة سعاد رتيمة. على كل حال أشكرك الأستاذة سعاد رتيمة عضو المجلس الأعلى للدولة. أعود إليك أستاذ سامي، استمعت إلى ما تفضلت به عضو المجلس الأعلى للدولة أستاذة سعاد رتيمة. يعني إذا ما ذهبنا إلى ما بعد هذه التصريحات لعضو المجلس الأعلى للدولة، يعني هناك من يتحدث عن أن بما أن المشري قال أن هناك مؤامرة على المجلس الأعلى للدولة، نأخذ منه هذه الكلمة و يعني نقول أن هناك مواقف للدكتور محمد تكالة يعني معارضة لقرارات عقيلة صالح، وهناك مواقف للمشري بحسب آراء البعض متماهية مع قرارات عقيلة. يعني ألا ترى هذه الفكرة يعني واقعية إلى حد ما؟ 100% أتفق معك، وأتفق مع الأستاذ سعاد في تفسيره وما قالت إليه من 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 تفسير لكلام السيد المشري، وذكرت بعض الوقائع هي. وبالضبط هو السيد خالد المشري، احنا نعرف أنه الفترة الماضية التعديلات الغير قانونية، وذكرتها بدري، التعديلات الغير قانونية وكل ما يمشيها عقيلة صالح بشكل غير قانوني، للأسف الشديد أنه يكون في فترة خالد المشري. شنو قدم خالد المشري؟ كل التنازلات. ماذا قدم من 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 مكاسب للشعب ومكاسب للدولة الليبية؟ أعتقد أنه هو يعني صفر كبير، يعني مش حتى صفر صغيرون، صفر كبير. سيد محمد تكالة شفناه أنه هو عارض صحيح، أكيد حتى هو يعني ليه مآرب وليه مصالح وليه أجندة يعني، بس يظل أقرب من السيد خالد المشري في المصلحة الوطنية، خلينا نقوله، لأنه رفض العديد من القرارات لعقيلة صالح ولم يتماشى معها 100%. وشفنا احنا رفضه للخروج إلى مصر وللمغرب المدة الماضية، كان اللقاء ما بين الرئاسات الثلاث، المجلس الأعلى للدولة والرئاسي والبرلمان. وشفنا أن ليه نوعا ما، هو طبعا قعد سنة واحدة والأحداث ما كانتش كثيرة في هذه السنة هذه، خلال السنة هذه بالنسبة لرئاسة سيد محمد تكالة، على الرغم من أني لا أؤمن برئاسة لا تكالة ولا خالد المشري ولا أؤمن بالمؤتمر المجلس الأعلى للدولة. أنا عندي يعني في قناعتي وقرارتي زيني زي باقي الشعب أن هادو جسمين معطلين وجسمين غير شرعيين، بس على الأقل يعني فيه نوعا من الأفضلية أو التمايز ما بين المشري وتكالة. أعتقد أن فترة تكالة كانت قصيرة، والمشري خمس سنوات، يعني شن ما زال طامعي بيرجع لرئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد خمس سنوات هدية. أعتقد أن حتى لو نشوفوا احنا الفترة الزمنية، ليش البرلمان احنا تولوا بنحسبه، احنا اذا اردنا ان نعرف ماذا، زي ما قال حسني البرزان، اذا اردنا ان نعرف ماذا يجري في البرازيل علينا ان نعرف ماذا يجري في ايطاليا. ليش تول عقيلة صالح اختار موضوع الرئاسة او الانتخابات لرئيس حكومة في فترة قريبة من نهاية الانتخابات هذه متاع المجلس الأعلى للدولة؟ ربما يكون هذه فيها لها ارتباط، لأن خالد المشري حيمشي له موضوع الرئاسة، السيد محمد تكالة ضد حكومة جديدة، ضد رئاسة حكومة جديدة، لأنه لو جت حكومة جديدة
ثق وتأكد أن هي على الأقل من 4 إلى 6 سنوات تانية، هذا أقل شيء، أضعف الإيمان، من 4 إلى 6 سنوات هذا في أحسن تقديرات. فيعني السيد محمد تكالى ضدها، لا لازم يجي خالد المشري باش يمشي الموضوع، باش يجي حكومة جديدة. فهذه أعتقد أن يعني ربما هي يعني تخمين وليست معلومة، ربما تكون اختيار سيد عقيلة الصالح لموضوع رئاسة الحكومة في الوقت هذا بالذات لقرب الانتخابات. نعم. طيب أخذ منك هذه الفكرة أستاذ سامي، أنقلها لدكتور أحمد دعيوف، يعني عطفا على ما قاله أستاذ سامي العالم دكتور أحمد، أن كتلة السيد محمد صوان الداعمة للمشري كانت في القاهرة واتفقت مع مجلس النواب على حكومة جديدة، ألا ترى بأن فكرة دعم المشري وإعادة الاتفاقات السابقة بين المشري وعقيل صالح على حكومة جديدة هي ربما ذات الهدف من إعادة انتخاب المشري؟ لا شك، لأن في تماهي كبير جدا بين المشري وبين عقيل صالح في قضية الحكومة، والحقيقة هذه ينام فيها دبيبة نفسها، لأن الخلاف بين المشري ودبيبة حدث نتيجة الحادثة اللي نعرفوها لما مجلس الدولة حاول يتكلم على تجديد السلطة التنفيذية، فطبعا هذا الأمر أغضب دبيبة، رغم أن فاتخذ خطوة كانت خطأ الحقيقة، وخلت الداعمين لها وبعضهم في مجلس الدولة ينحازوا لخصمه. لكن في النهاية في تقديري أن حكاية الحكومة ليست حكر على المجلسين كما يعتقد البعض، وهذا شفناه في التعديل 13 مثلا، حصار التعديل 13 أعلن توافق بين مجلس الدولة والبرلمان، ولكن لم تمر حكومة لا بشاغة ولا حكومة حمد، لأن قضية الحكومة جت نتيجة اتفاق دولي، حكومة الوفاق نتيجة اتفاق الصخيرات، حكومة الوحدة نتيجة تفاهمات تونس جنيف. فحتى تتغير حكومة الوحدة إن لم يجد البرلمان ومجلس الدولي ومجلس الدولة دعم دولي أو على الأقل من الدول المنخرطة في المسألة الليبية، فلن يتم إزاحة دبيبة. يعني هي عملية الحقيقة لا معنى لها إلا إذا تحصل المجلسين على ضوء أخضر من المجتمع الدولي، وهذا أعتقد لن يحدث. فما يحدث الحقيقة هو نوع من العبث في الأزمة الليبية، لا يختلف على زيادة لا يختلف على الميزانية الفلكية، لا يختلف عن مشاكل النفط، لا تختلف عن ضريبة العملة، شراء العملة الأجنبية، يعني كلها مجرد تكريس للفرقة والاختلاف بين المجلسين حتى لا تتم الانتخابات. ولا أعتقد أن أي خطوة تجي فيها تغيير الحكومة ستعني بالفعل أننا نبدمش الانتخابات، يعني حتى لو افترضنا جدلا أن استطاع المجلسين تغيير حكومة الوحدة وبحكومة أخرى زي ما يقولوا حكومة توحيد ليبيا، فهل الحكومة القادمة سيسمح لها بأن تعمل على كل التراب الليبي، أم ستنال حظ الحكومتين السابقتين أن نرجع نسخيرات جنيف؟ هل الحكومة هذه بالفعل ستستطيع أن تحتوي القوة العسكرية شرق البلاد وغربها وجنوبها حتى تستطيع أن تؤمن الانتخابات من عدمه؟ فأعتقد الأمر هذه أسئلة لا تجد جواب عند هؤلاء المجلسين، يعني هم المجلسين هادو إذا كانوا صديقين هناك قضايا كبيرة جدا يجب أن يبدأ بها في سبيل الوصول إلى حلول للأزمة الليبية، لكن هم يتمسكوا بالقشور التي لن تغير من المشهد شيء، وبالتالي سيتكرس الفراق بينهم، لأن الفراق بينهم ليس فراق على مبدأ وإنما على المصلحة، ودائما الخلاف عن المصالح يطوال به الحبل. طيب أعود إليك سيد حمزة وأعتذر على الإطالة، يعني ربما خلاصة القول بأن
وصول خالد المشري إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة من جديد يعني حكومة جديدة، وهذه الحكومة تابعة لحفتر بالاتفاق بين هؤلاء، كيف تعلق؟ نعم، أعتقد أن ما هو على المحك الآن في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة هي هذه المسألة بالتحديد. فيما يتعلق بالانتخابات، لا أعتقد أن أي من الطرفين قد يسهم في الذهاب باتجاه الانتخابات، لأن هناك اتفاق بين المجلسين والحكومات وكل المتنفذين الآن على أنه الانتخابات خطر عليهم، بالتالي لا أحد منهم يريد إجراء الانتخابات. هذه مسألة منتهية. المسألة الأخرى أعتقد أنها تتعلق في مدى التقارب مع خليفة حفتر. هناك قوة في المنطقة الغربية في مقدمتها الحزب الديمقراطي، هي قابلة تماما بلعب اللعبة تحت سيطرة حفتر وفي الحدود التي يرسمها خليفة حفتر وأبنائه، بالتالي هم يريدون تقاسم الفتات ما يبقي خليفة حفتر وأبنائه. وقد رأينا ما قام به من تشكيل حكومة بشاغة مع خليفة حفتر أن كانت له الكلمة العليا فيها، وحتى الآن عن طريق وسائل إعلامهم عن طريق أحزابهم وما إلى ذلك ليس هناك أي انتقاد لأي شيء يقوم به خليفة حفتر. يعني كانت هناك جرائم كبرى، البرغثي، اغتيالات أخرى، قتل آخر ما قام به صدام من إغلاق الآن حقل الشرارة وغيرها من الجرائم والأفعال التي ما قام به أيضا من تعيين ابن خليفة حفتر بسلطات واسعة جدا ليفعل ما يشاء بمليارات الدولارات في دينارات في صندوق إعادة الإعمار، وليس هناك أي انتقاد لهم. بالتالي هذا الطرف بالدرجة الأولى هو الحزب الديمقراطي، هم ليست لديهم أي مشكلة في الذهاب في هذا الاتجاه. الأطراف الأخرى على الأقل تكالى في فترة التحالف في فترة دراسته للمجلس الأعلى للدولة وتحالفه مع دبيبة، هو رافض لهذا الأمر، الذهاب تماما تحت سيطرة خليفة حفتر والاستسلام تماما لخليفة حفتر. بالنسبة للمشري كان في موقف وسط عندما كان رئيس المجلس الأعلى للدولة، لم يكن ممانعا في هذا الأمر لكنه لم يذهب بقوة في اتجاه حكومة بشاغة في ذلك الوقت، ربما كان واقف في موقف وسط بين الكتلة الداعمة لحكومة بشاغة والكتلة الرافضة لها داخل مجلس الدولة. بالتالي أعتقد أن هذا هو الأمر الذي هو على المحك، وأعتقد أنه في غاية الخطورة السماح لكتلة الحزب الديمقراطي بالسيطرة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لأنها ستذهب مباشرة للاستسلام لخليفة حفتر ولعقيلة صالح، وقد تدخل المنطقة الغربية في حرب. هم كل ما يريدونه الآن هو الفتات الذي يبقيه خليفة حفتر، المال، ربما بعض المناصب التي يبقيها، والعمل تحت سيطرته، وبعض الوزراء الذين رشحوهم لحكومة بشاغة والآن الذين يعملون الآن تحت حكومة حماد هم مصاعون تماما، يعملون تحت سيطرة خليفة حفتر، وأي أحد من أبنائه يصدر إليهم أي أوامر. بالتالي أعتقد أن هذه الكتلة للأسف تجر ليبيا وتجر المنطقة الغربية إلى منعطف خطير جدا، لأنه لو نجحت في السيطرة على المجلس الأعلى للدولة وتم الذهاب في هذا الاتجاه لن تحط أي انتخابات في المستقبل في ليبيا. يعني ما الغاية من إصدار دستور أو إجراء أي انتخابات؟ سيسيطر خليفة حفتر وأبنائه بالقوة بالقيد والنار حتى تظهر قوة مسلحة أخرى تقوم ربما بالانقلاب عليهم أو بإشعال حرب لإزاحتهم عن مواقع السلطة التي يتمترسون فيها، ولن يكون للشعب الليبي لا عن طريق الانتخابات ولا عن طريق غيرها أي دور للأسف في كل هذه الصراعات. بالتالي أعتقد أن الطرف لن يسهما في الذهاب مباشرة للانتخابات، لكن أحد الطرفين أعتقد أنه يبعدنا بشكل كبير جدا عن الانتخابات ويذهب بنا في اتجاه الخضوع للسلطة خليفة حفتر وأبنائه ويبعدنا عن الانتخابات. طيب، ربما من المبكر جدا أستاذ سامي أن نتحدث عن الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا وكل شيء. يعني إذا ما ذهبنا أو عدنا للوراء قليلا أستاذ سامي العالم، رأينا أو نرى أن السيد الدكتور محمد التكالى رفض التعديل الدستوري 13 المطعون فيه دستوريا أمام القضاء، والسيد خالد المشري وافق عليه. ألا ترى بأن هناك خلاف بين الرجلين قديم جديد، وهناك تحد على رئاسة المجلس الآن لتمرير صفقة ما دعنا نسميها؟ بالضبط، هي قديم متجدد، وهذا ما يحاول يعني خالد المشري يدفع في اتجاه انه هو يوصل الى رئاسه بحيث انه يمشي التعديل، واي طعون تكون فيه تكون مرفوضه، واي لان حتى القضاء في حد ذاته حتى وان حكم ببطلان شيء معين التراضي يلغي الحكم، وهذا يعني معروفه، يعني انك انت لما تتراضى في حكم معين في القضاء يبقى خلاص حكم المحكمه يعتبر خارج اللعبه زي ما يقولوا. بالنسبه للانتخابات لو حصلت ومشى الدستور التعديل الدستوري هدايا اللي هو 13،
تبدأ صلاحيات وقانون ويعني طريقة الانتخاب وقوانين الانتخاب والصلاحيات كلها مضمنة في هذا التعديل ويعني مفصلة مقيوسة بالمليمتر، يعني مش بالسنتيمتر، بالمليمتر عليها شخصيات معينة. وأعتقد أن يعني هذا جزء من اللعبة، وفي حال أنه هو فشل اليومين اللي فاتوا احنا ممكن نربطه، احنا لو 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 نصعد الى اعلى وننظر بنظره زي ما يقولوا الاير بايد يعني البيرد ايز فيو اللي هي بنظره عين الطير، يعني بنشوفه من فوق المشهد كامل، نشوفوا ان فيه اليومين اللي فاتوا في تحرك حتى قوي جدا الى دعم الى 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 التصويت، الدفع للتصويت على مسوده الدستور اللي هي المعيبه هذه للاسف من 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 لجنة أصلا فقدت صلاحيتها وانتهت. فربما تكون حتى هي نوع من، في حال أن فشل خالد المشري في الوصول إلى السلطة وموافقة وزي ما يقولوا فيها يمشي موضوع الانتخابات بالتعديل اللي مفصل قياسها على حفتر وغيره، لو فشلت هذه الخطة تكون الخطة البديلة التصويت، لأن وصل الشعب الليبي إلى نقطة معينة أن هو الاستفتاء للدستور هدايا هو المنقذ، هو اللي طلعهم يعني من 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 قاع الفساد والفوضى اللي صايرة في ليبيا، وهذا للأسف طبعا مكيدة كبيرة جدا يحاولوا أن هم ينشطوا فيها توليم حوالي أسبوعين في نشاط غير عادي، وسواء بين النشطاء بين التوار بين المجتمع المدني في كلام كبير على الشيء هدايا، وانا يعني كانت لي حتى مشاركات مع مجموعات يعني على الـ على الـ على الواتساب، غرف الواتساب. فأعتقد ان خالد المشري فعلا هو الدفع الى ان يصل بتعديل 13 الى انه هو يصبح شيء قانوني واقعي غصبا عن الليبيين أن يمرر، يعني حكومة جديدة بالضبط، حكومة جديدة مفصلة، والحكومة هذه حتوصلك للانتخابات طيب بالطريقة اللي يبوها هم طبعا، انتخابات مش انتخابات انتخابات نزيهة، لا انتخابات حفتة، طيب لأن هي رئاسي فقط، هي تبدأ برئاسي، نجحها رئاسي خلص. نذهب إلى برلماني. طيب دكتور أحمد معيوف، يعني نذهب إلى ما قام به بتيلي المبعوث الأممي الأخير، يعني كلما طبعا مع ما كما قيل مع التشكيك في جهود البعثة، ما تقوم به البعثة، ما إذا كان همه مصلحة الوطن أم لا، ولكن بتيلي في الآونة الأخيرة قدم حلولا كثيرة وناجعة بمنطق الواحد زائد واحد يساوي اثنان، يعني هي ربما تخرج ليبيا والليبيين من الأزمة السياسية، ولكن كلما قدم بتيلي حلولا نجد أن عقيلة يعرقل هذه الجهود. أيضا نرى أيضا هناك من يهرول مع عقيلة صالح كالمشري وغيرهم لقطع الطريق عليها. ألا ترى بأن هي يعني منازعة من نوع جديد أدت إلى انتهاء دور البعثة بشكل نهائي؟ حتى الآن يعني ستيفاني خوري لم نسمع لها أي نشاط أو أي جهد لحل الأزمة السياسية. طبعا هو رأيك زي ما قلت السيدة خوري ما تكلمتش في الموضوع هداي، دليل أنها ما مش موافقين عليه، يعني المجتمع الدولي لا يقبل ما يحدث، لأن لو يقبل ما يحدث سيطلعنا ببيانات على الأقل بيانات تأييد لي. فقط نقطة أعود بها للسيد سامي، أعتقد قضية الاستفتاء للدستور رغم ما يقال على العيوب التي في الدستور، لكن الدستور سيقدم إذا كان تم الاستفتاء عليه وتفعيله بيقدم واحدة من أهم النقاط اللي تفك جزء من النزاع الليبي. الدستور يتضمن شروط الانتخابات، شروط الترشيح للمناصب، لمنصب الرئيس ولمنصب وللنائب ولعضو المجلس الشيوخ، وشروط هدية الحقيقة هي مسألة الخلاف بين المجلسين كما هو ظهر. فإذا كان طلع البرنامج الدستور، إذا كان طلع برنامج الدستور للعلن، فسينهي جزء كبير جدا من الخلاف ومن الأعذار التي تقدم
لاستمرار هذا الخلاف. نعم. أيضا لجنة الدستور هي اللجنة الوحيدة اللي لا زالت تملك الشرعية في ليبيا، وكل الأسامي عندنا منتهية. لجنة الدستور تنتهي صلاحيتها بانتهاء الاستفتاء على الدستور وإعلانه أو تعديله. فهذه قضايا الحقيقة يجب أن تقدم للرأي العام، وخلي الرأي العام يقول رأيه فيها يعني. طيب. هذا بالنسبة للنقطة، هذه أرى أنها جوهرية. لكن عودة لسؤالك مرة أخرى. نعم. إذا اسمح الوقت يعني. تفضل تفضل دكتور. أي القضية قضية يعني المجتمع الدولي والبعثة الأممية، بالفعل بتيلي أدرك تماما بأن الخمسة الأجسام هذه اللي دعاها لطاولة الحوار هي لا تمثل أنفسها، وإنما تمثل الجهات الداعمة لها. فإذا كان اجتمعت هذه الأجسام الخمس، كأن فيه رضا من الدول أو الجهات الداعمة لهذه الأجسام الخمس أن توافق على المسار السياسي اللي يحاول يرسمه باتيلي. لكن الخلاف جاء عن طريق هؤلاء الأشخاص ممثلا لمصالح الدول الداعمة لهم في عدم الذهاب إلى الانتخابات، وبالتالي فشلت عملية باتيلي. وأعتقد الآن ربما خوري ترى نفس القضية، ترى أن الوفاق الدولي حول القضية الليبية هو أهم من الوفاق الداخلي اللي ممكن يمثله مجلس الدولة والبرلمان. نعم. طيب السيد حمزة علي، إذا ما ذهبنا إلى تصريح إحدى تصريحات باتيلي، يقول إلى اليوم لم ينجح مجلس النواب ومجلس الدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. يعني أين نحن الآن من هذا التصريح، وخاصة أن باتيلي عمل على إنشاء لجنة توجيه سماها رفيعة المستوى في ليبيا، تقوم بعدة مهام مثل تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتأمينها واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين. يعني ألا ترى بأن من يعني قاعدة دستورية توافقية بين الجسمين لإجراء الانتخابات بتنا في من يترأس مجلس الدولة؟ نعم، هذا هو انقسام المقسم. فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، طبعا تم إصدار التعديل غير الدستوري 13 الذي أصدره المشري وعقيل صالح، والمقصود منه إفشال الانتخابات، لأنه يربط نتيجة الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية، ونحن نعلم أنه من غير ممكن إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا كما حدث في 2021، عندما راحت الأطراف أن نجاحها في هذه الانتخابات غير مضمون، قام بإيقاف العملية الانتخابية بالكامل، ولا زلنا في إزاء نفس الأجسام. وأعتقد أيضا أن انتظار قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية من هذه الأجسام هو أمر مستحيل، لأن هذا الأمر يخرجها من السلطة، يخرجها مما هي فيه الآن. وأعتقد أن أعضاها يعلمون جيدا أن الشعب الليبي ربما قد لا يعيد انتخاب أغلبيتهم من جديد، والأطراف التي تسيطر على هؤلاء النواب أو أعضاء مجلس الدولة أيضا لا تريد خسارتهم بعدما استثمرت فيهم ربما من رشاوى ومن أموال ومن مناصب وما إلى ذلك. بالتالي هم أعتقد أن خلال هذه العشرة أو 12 سنة الماضية شكلوا طبقة منفصلة عن الشعب الليبي، لها مصالحها التي تتبادلها وما إلى ذلك، وخارج الشعب الليبي، ولا يريدون الخروج من السلطة. بالتالي انتظار حل يأتي من هؤلاء أعتقد أنه مستحيل. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن هذه الأجسام يعني مجلس الدولة، الكثير من أعضاء مجلس الدولة هم أصلا خسروا انتخابات 2012، ربما وصلوا في بعض المراحل إلى ليس فقط الفائز في الانتخابات تم تخطيه إلى من بعدها، وتم تخطيه إلى من بعدها ولا من بعدها أيضا. بالتالي هم أشخاص أصلا خسروا الانتخابات 2012، والآن يتم جلبهم الشخص بعد الآخر، عندما يتوفى شخص أو يذهب في منصب ما خارج ليبيا أو داخل ليبيا، يتم جلب الشخص التالي له بدل إجراء الانتخابات. لأن الحل، أعتقد أن بداية الحل في كل هذه المسألة وفي كل هذا ما يحدث الآن، هو تجديد السلطة التشريعية. وأعتقد أن الانتخابات، القوانين الانتخابية الماضية التي تم تطبيقها في الماضي، سواء انتخابات المؤتمر الوطني العام أو انتخابات البرلمان، يمكن تطبيقها الآن لتجديد السلطة التشريعية. لكن هذه الأجسام لا تريد تجديد هذه السلطة التشريعية، ولا تريد الخروج من المشهد. بالتالي انتظار أي حل من هذه الأجسام أعتقد أنه ضرب من الخيال للأسف الشديد. أيضا البعثة عاجزة تماما، تم إفشال كل المبعوثين السابقين. طبعا تعاون عقيلة، خاصة تعاون عقيلة صالح وخالد المشري في الماضي، نجحوا في إفشال مهمة باتيلي الذي كان يريد الذهاب إلى لجنة رفيعة المستوى
المستوى لو تماهى معه المشري في ذلك. أعتقد أنه ربما كان تم تشكيل لجنة حوار، لجنة رفيعة المستوى، تم الذهاب فعلا إلى إجراء انتخابات، لكن المشري للأسف ذهب مع عقيلة صالح للتظاهر بأنهم وصلوا إلى حل وقاموا بإصدار التعديل غير الدستوري 13 بدون نصاب ولا احترام للإعلان الدستوري ولا اللوائح الداخلية للمجلسين، وبالتالي أوصلونا إلى هذا الوضع الذي كما قلت أصبحنا الآن النقاش هو هل المشري يعود من جديد أم يتكالى أم أي شخص آخر، دون أن يتم منح الحق للشعب الليبي لاختيار من يمثله. هذا بالإضافة إلى أن جزء كبير من أعضاء مجلس النواب، ربما أغلبيتهم، جزء كبير من أعضاء مجلس الدولة الآن أصبحوا متماهين تماما مع سيطرة خليفة حفتر وأبنائه، وأعتقد أنه لو تم لو نجح هؤلاء في تحقيق ما يريدون تحقيقه ربما تنتهي الانتخابات في ليبيا إلى سنوات قادمة، ربما إلى عقود قادمة، لأن هذه الطغمة التي لديها المال ولديها دعم خارجي ستسيطر بالقوة على الشعب الليبي، وأيضا وأعتقد أن حتى سيطرتها لن تكون ثابتة ولا مستقرة، لأن عائلة معينة أو قبيلة معينة تسيطر بالقوة، قبائل وعائلات أخرى لن ترضى بهذا الأمر، وستقوم أيضا بتحشيد السلاح وما إلى ذلك والمؤامرات والدعم الخارجي لقلب هذه العائلة والسيطرة محلها على الحكم في ليبيا. سندخل في دوامة جديدة مثل الدوامة التي دخلنا فيها انقلاب 69، بالتالي أعتقد أنه بالنسبة للجميع الحل المنطقي هو الذهاب إلى الانتخابات، الرجوع إلى الشعب الليبي، الشعب الليبي هو من يختار ممثليه، يقوم بتشكيل حكومة جديدة، هذا حل موجود وأعتقد أنه ممكن جدا، وخاصة بالنسبة للحساب، الحزب الديمقراطي يفترض أنه حزب ولديه كوادر ولديه أيضا مؤيدون وأعضاء وما إلى ذلك، يجب عليه أعتقد أنه أن يرضى بالعملية الانتخابية، أن يدعم البعثة العمومية أو الذهاب مجلس الدولة في اتجاه الابتعاد عن عقيلة صالح وخليفة حفتر وما يقومون به، والذهاب إلى عملية أو ما تشرف عليها الأمم المتحدة، لجنة حوار سياسي أو ما إلى ذلك، تجري انتخابات جديدة، وأعتقد أنه يجب عليهم العمل كحزب والتوقف عما يقومون به الآن من التماهي التام مع عقيلة صالح ومع خليفة حفتر وإدخال المنطقة الغربية للأسف في هذا الخطر الذي هو موجود أعتقد أنه بصفة حقيقية الآن، لأن كلما استمر هذا الشد والجذب بين كل هذه الأطراف، كل طرف لديه أطراف مسلحة ربما مؤيدة له، قد يتم أيضا صرف بعض الأموال أو الدعم الخارجي أيضا لبعض هذه المجموعات المسلحة أو لأخرى لإدخال المنطقة الغربية في حرب، الهدف منها سيكون فقط هؤلاء المسيطرين على السلطة والمال بالقوة، ربما الحصول على مزيد من المال والسلطة، وليس للشعب الليبي أي مصلحة في كل هذه الصراعات. طيب وصلنا إلى ختام هذه التغطية، أستاذ سامي لديك تعليق في نصف دقيقة لو سمحت لانتهاء وقت الحلقة. بالضبط، أتفق مع السيد حمزة في ما ذهب إليه أن الانتخابات التشريعية هي المهمة مع قانون الانتخابات الماضي، وأختلف مع السيد أحمد معيوف في موضوع مسودة الدستور، لأنه ببساطة جدا هو قال أن الهيئة هذه هي الوحيدة اللي لا تزال شرعية، لا بالعكس فقدت شرعيتها من قبل إصدار الدستور لسبب بسيط جدا، أن هي فقدت شرعيتها من البداية لأن مدتها 120 يوم، وأعطتها الاتفاق السياسي في السخيرات مادة 52 أعطتها إلى يوم 24 طيب. مارس 2016 هم صدروا المسودة بعد سنة وثلاثة شهور وخمسة أيام من تاريخ انتهاء الصلاحية طيب. متاعهم، والمادة 52 واضحة، فبالتالي ونزيد أن موضوع الانتهاء موضوع حفتر في المادة صريحة في المسودة صلالة كانت تقول أن أي عسكري بيترشح لازم يستقيل سنتين، أما المسودة التعديل الأخير اللي رجعوا فيه المقاطعين طيب. عدلوا فيه بإمكانه وهو في عتبة طيب انتهى وقت الحلقة المفوضية نعم. ينحي البدلة طيب. ويرشح. على كل حال أعتذر منك لانتهاء وقت الحلقة، شكرا لك المحلل السياسي سامي العالم، شكرا جزيلا لك، أشكر أيضا الدكتور أحمد معيوف المحلل السياسي كان معي من لندن عبر سكايب، شكرا للسيد حمزة علي المحلل السياسي كان معي من كيبك عبر سكايب، شكرا لكم ضيوف الكرام، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة هذه التغطية، حفظ الله ليبيا ودمتم في أمان الله.